أهلا وسهلا بكم. مستعدون لتصميم جديد؟ أتمنى ذلك. في هذا الدرس سنحاول الوصول لهذا التصميم الذي تلاحظون الآن. نحن لازلنا في الدروس الأولى، لكن يبدو أننا بدأنا بالوصول لنتائج وتصاميم جميلة. سنعتمد في هذا التصميم على التصميم الذي وصلنا له في الدرس السابق. إذن من لم يشاهد الدرس السابق يحاول العودة إليه والوصول لهذه النتيجة أو نتيجة مشابهة لإكمال هذا التصميم أو هذا الدرس معنا. الهدف التطبيقي كما قلت هو الوصول لهذا التصميم، والهدف التعليمي من هذا الدرس هو أننا سنتعرف على بعض الخصائص التي لم نراها بعد في كيفية تعامل برنامج إنكسكيب مع الألوان، وأيضا سنتعرف على كيفية التحكم في موضع كل جزء من أجزاء التصميم فيما يخص نسبية بعضها لبعض. إذا نبدأ بفتح برنامج إنكسكيب. سنعتمد كما قلت على التصميم السابق، لذلك سأنتقل إلى ملف، وأنا مفتوح لفتح ملف أو لفتح مشروع، ومفتوح مؤخرا لفتح المشاريع المفتوحة مؤخرا. إذا أنا أختار مفتوح لفتح مشروع وأفتح التصميم الذي كنت أشتغل عليه في الدرس السابق. أظهر أولا أداة الألوان لأني سأعمل بها، وأغير مكان التصميم ليأخذ منتصف مساحة العمل. إذن الآن لدي التصميم الخاص بي. سأحذف هذا الجزء، لن أحتاجه في هذا التصميم، وأقوم بجر التصميم أو النص إلى الوسط. سأضيف له الآن، أريد أن أضيف له مستطيل سأضعه كخلفية للنص ليبدو كأنه زر، وسيعطي نوع من الجمالية للتصميم. هذا في الجزء الأول. إذن أختر أداة المستطيل، وهنا أقوم بالرسم على هذا الشكل. أقوم باختياره، أو أولا أريد أن يكون للمستطيل تحدب بسيط من الجوانب، لذلك رأينا كيفية القيام بهذه العملية من هذه الدائرة. الآن أقوم باختياره عن طريق الضغط على F1. لاحظ معي أني هنا قمت برسم المستطيل، تم رسمه أو برنامج إنكسكيب قام برسمه فوق النص. إذن كيفية تعامل إنكسكيب مع أجزاء التصميم هي أن التصميم الذي أو الجزء الذي أقوم برسمه أو تصميمه في الأخير يكون هو من فوق، فوق التصميم الأخرى. لاحظ معي مثلا أني لو قمت برسم دائرة هنا أغير لونها فهي فوق المستطيل، لو قمت برسم دائرة أخرى فهي تكون فوق الدائرة التي قمت برسمها مسبقا. إذن آخر جزء، آخر شيء أقوم به يكون من فوق، لكن لدي إمكانيات التحكم في موضع كل جزء من التصميم. لذلك موجودة هنا، أولا أقوم باختيار الجزء بتضغط على F1، وهنا هذه الأيقونات الأربع منها يمكن التحكم في موضع الجزء من التصميم بالنسبة للأجزاء الأخرى. إذا أختار الجزء كما قلت بالضغط على F1، تظهر لي هذه الأسهم، تظهر أنه مختار، ومن هنا من هذا الزر يمكن أن أرسله لخلفية التصميم، يكون هو أسفل جزء في التصميم. لاحظ معي الآن هو في الأسفل، الدائرة في الأسفل. لاحظ لو قمت بجر الخلفية تلاحظ أن الدائرة في الأسفل، أو أضعها كما كانت لنرى الفرق. لو قمت باختيارها من جديد، من هنا يمكنني أن أرسلها لأعلى التصميم. إذن هنا أسفل، هنا أعلى، جميع باقي الأجزاء من هذا الجزء يمكن أن أرسلها خطوة خطوة فوق الأجزاء. لاحظ معي الآن هي في الأسفل، من هنا أنا أريد أن أجعلها مثلا أعلى. الآن هي فوق الخلفية، فوق المستطيل، والآن فوق الدائرة. من هنا أرسلها للأسفل خطوة خطوة، يعني وراء كل جزء خطوة خطوة. إذن رأينا الآن كيفية التعامل مع التموضع. يمكن أيضا من خلال لوحة المفاتيح باستعمال أزرار Page Down Page Up التحكم في إرسال أي جزء للخلف أو للأعلى، و Home للأعلى، و End للأسفل. إذن أقوم بحذف جميع هذه العناصر، أو أتراجع فقط عن طريق الضغط على Ctrl Z، وأتراجع للتصميم الذي كنت
أشتغل عليه. إذا الآن لدي المستطيل وفوق النص، أريد أن أرسله إلى خلف النص، أضغط على هذا الزر وأرسله فوق خلف النص. سأعمل على تغيير لونه، أريد أن يكون له لون مل، لون طلاء ضربة الريش الجوانب قمت بحذفه، إذا له لون مل، لكن سأريد أن يكون له لون مل متدرج. أضغط على تدرج دائري، أضغط على أداة تحرير التدرج، أريد أن يكون له تدرج من المركز للون أصفر أو أخضر فاتح، هذا اللون للجوانب يكون تدرج إلى أصفر فاتح لهذا الشكل أو أخضر فاتح. إذن هذا التدرج، ولاحظ هنا الشفافية في الجانبين في المركز وفي الجانب 100، أنه غير شفاف. طيب الآن لدي الجزء الخاص بي، أريد أن أضيف له هنا في الجوانب أن يبدو هناك نوع من الظل، لذلك سأقوم باستنساخه عن طريق اختياره أولا ثم الضغط على Ctrl D. الآن أي تصميم كما قلنا جديد يكون في الآلة، سأغير لونه إلى اللون رمادي، رمادي فاتح نوعا ما على هذا الشكل. والآن سأغير ما يسمى بالتغبيش، سأعطيه نوع من التغبيش، ستلاحظون الفرق. الآن مثلا سأعطيه 2، يمكن أن أكتب يدويا أو أقوم بجر هذه العريضة من هنا، والشفافية سأقوم بتصغيرها مثلا على هذا الشكل وأرسله خلف النص وخلف المستطيل الأصلي. إذن أقوم بإرساله خلف النص ومن بعد خلف المستطيل، أقوم بتقليل من الشفافية نوعا من التغبيش، سأعطيه 2، وفي الشفافية سأقوم بتصغيرها مثلا على هذا الشكل. الآن هناك نوع من التظليل بسيط في الجوانب. طيب سأريد أيضا أن أعطيه هنا نوع من اللمعان، هذا اللمعان تلاحظونها أكثر في أيقونات الخاصة بالآيفون ومنتجات آبل بكثرة، لذلك سأقوم بنسخ من جديد المستطيل، سأقوم برسم دائرة على الجزء الذي أريد منه أو أريد أن أكون فيه تظلل على هذا الشكل، أختار الدائرة أقوم بجرها نوعا ما أعلى، الآن أختار الدائرة أضغط على Shift أختار المستطيل وأقوم ب أو أن أنتقل إلى مسار تقاطع فأحصل على هذا الجزء البسيط الآن هو ما أريد. أقوم بالضغط على Ctrl Z لأرجعه إلى مكانه، أعطيه لون أبيض، أغير شفافيته على هذا الشكل مثلا، ويمكن أيضا أن أغير التغبيش لكن أنا لن أقوم بذلك، سأكتفي بالشفافية. إذن هو الآن في أعلى، يمكنني أيضا أن أرسله وراء النص بالضغط على هذه الأيقونة أو أرجعه إلى أعلى بالضغط على أيقونة أعلى. يبدو أني أريد أن أقلل الشفافية أكثر مثلا على هذا الشكل. طيب الآن انتهيت من هذا الجزء، يمكنني أيضا أن أضيف جمالية للنص، سأقوم بنفس العملية عليه، أقوم باختيار النص، أقوم باستنساخه Ctrl D، أقوم بإعطائه لون أخضر فاتح أو أخضر غامق على هذا الشكل. الآن سأقوم بإزاحته قليلا أسفل ثم إلى اليسار. إذن للإزاحة يمكن أن أستخدم أسهم، يمكن أن أقوم بجره بالسهم على هذا الشكل، لكن أنا أضغط على Ctrl Z سأستخدم الأسهم، ولكي يكون هناك تنقل بطيء يعني بخطوات صغيرة جدا سأضغط على Alt أجره أسفل ويمين على هذا الشكل وأرسله وراء النص الأصلي، فأحصل نوعا ما على نوع من الظل للنص. طيب الآن انتهيت من هذا الجزء، سأضيف نوع من الجمالية للخلفية، سأستعمل فقط دوائر وأعطيها لون. أولا أقوم برسم دائرة، دائرة أضغط Ctrl، هي شفافة الآن، يجب أن أغير الشفافية على هذا الشكل، أعطيها لون أصفر
اختارها، اتحكم في الحجم على هذا الشكل، اقوم باستنساخها الان اولا عدة مرات، اقوم باستنساخها، اقوم بتغيير الحجم نوعا ما على هذا الشكل، ثم استنساخ، اقوم بجر جزء هنا، ثم استنساخ لأماكن عديدة، استنساخ مثلا هنا، وسأقوم من بعد بالتحكم في بعض خصائصها اللي تبدو نوعا ما جميلة. أقوم بتكبير هذا الجزء هنا، استنساخ، أقوم بتصغير هذا الجزء، أستنسخه، زد، أقوم باستنساخ وجر جزء هنا. الآن سأعمل على تغيير بعض الخصائص في هذه الدوائر، أقوم باستنساخ أخرى أولا مثلا هنا، سأعمل مثلا هنا على أن أغير الشفافية قليلا على هذا الشكل، أرسلها خلف النص والمستطيل، إذا أقوم بالضغط عفوا تماما على هذا الشكل. هذه الجزء سأقوم بتغيير أيضا شفافيته وأعطيه نوع من التغبيش، نفس الشيء هذا الجزء سأعطيه شفافية أقل، أقوم بتغبيشه، هذا الجزء سأرسل هذا الجزء خلف المستطيل، نفس الشيء سأقوم به بهذا الجزء، سأقوم بتغبيشه لكن بدرجة أقل وأعطيه شفافية أكثر، هذا الجزء أقوم بجره إلى هنا وأعطيه شفافية نوعا ما، أقوم بنسخه، تكبير الحجم، أرسله أو أضعه فوق المستطيل، تغبيش بسيط، أنتقل لهذا الجزء أعطيه هنا تغبيش، شفافية، هنا نفس الشيء، أرسله أولا وأقوم بالتصغير، أقوم باستنساخ هذا الجزء من هنا، أجره إلى هنا، أقوم بتصغيره. إذن هذه عمليات يمكن القيام بها على حسب ذوق كل شخص للحصول على خلفية نوعا ما فيها من الجمالية. هذا الجزء أقوم بتصغير الشفافية، هنا أقوم بتصغير الشفافية نفس الشيء، وأقوم بإرساله تحت المستطيل عفوا على هذا الشكل، هنا نفس الشيء سأقوم بتغيير الشفافية وإرساله أو أضعه فوق المستطيل هذا الجزء، لماذا؟ فأحصل مثلا على هذه النتيجة، هنا استنسخ وأقوم بإرسال هذا الجزء هنا، أعطيه تغبيش، فأحصل مثلا على هذه النتيجة، تقريبا النتيجة التي أردنا الوصول لها في البداية، نلاحظ تقريبا، يعني الدوائر يمكن الاشتغال عليها أكثر، وهنا يمكن أن أضيف الشفافية، فأحصل على النتيجة التالية. إذن هذا التصميم الذي وصلنا له الآن، تعرفنا على كيفية التحكم في مواقع أجزاء التصميم، وأيضا تعرفنا على كيفية القيام ببعض التقنيات كتقنية هنا هذا اللون، وتقنيات التحكم في التغبيش والشفافية. نلتقي إذن في درس قادم، وإن شاء الله ستكون تصاميم أكثر جمال وأكثر تعقيد من هذا الدرس. إذن إلى اللقاء.